اهلا بكل حضراتكم. الحقيقه انه 12/12/2022 هو يوم مميز جدا بالنسبه لناس كتير، مليء بالارقام المتشابهه، وناس كتير بتحب تعمل مناسباتها كمان في ايام بتحمل تواريخ مميزه. لكن هل الارقام او الايام اللي بتحمل تواريخ مميزه بتجلب فعلا الحظ لصاحبها؟ وهل الارقام لها دلائل على القرارات؟ وهل لها تاثير على القرارات اللي بياخدها اي شخص؟ وهل فعلا في تواريخ وارقام نتفائل بيها وتواريخ وارقام تانية نتشائم منها؟ وهل العلم توصل لحاجه زي دي، ولا دي فقط يعني معتقدات شخصيه ولا تمت للحقيقه بصله؟ ده اللي هنعرفه من دكتور رئيف رأفت المختص في علم الارقام. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور على التلفزيون يوم السابع. اهلا وسهلا استاذه منى، واليوم السابع الجميل الحلو. طبعا النهارده واحد من الايام اللي بتحمل ارقام مميزه ومكرره، هل التواريخ المميزه بيكون ليها فعلا طاقه معينه يا دكتور؟ طبعا اليوم تاريخ 12/12 هو يعني يعتبر رقم طاقي، لان هو باشر من 6/12 يعني 2012، هذا البدايه كانت البوابه الطاقيه للتاريخ ده. طبعا قعد 10 سنين هذا الرقم متكرر من 6/12/2012 حتى السنه دي، هو اخر سنه من البوابه الطاقيه كرقم 12. طبعا يعتبر ده رقم طاقه ناريه ذهبيه. يوم الاثنين كمان، احنا اليوم يوم الاثنين، هو العنصر تابع لعنصر الارض بالعناصر الفلكيه والارقام. طبعا اليوم انا بعتبره يعني ذو حدين، هو حلو يبدا طبعا تحقيق الامنيات من الساعه 12 الظهر و12 دقيقه اليوم، وبينتهي الساعة 12 منتصف الليل و12 دقيقة، هذا بيكون بيقفل الطاقة خلاص يعني. لكن طاقته تستمر ل 21 يوم إيجابية نوعا ما، بس ممكن نركز على اللون الأصفر، لأن هو طاقته اللون الأصفر اليوم، أو البني أو البيج ممكن يكون مناسب اليوم، لكن أنا بميز أكثر أو الأفضل اللون الأصفر. وبحذر المواليد اليوم يعني نوعا ما شوي بيكون عندهم شوية لخبطات، تاريخ مواليد 2007 1995، اللي مواليد 83، اللي 71، المواليد 59. اشمعنى يا دكتور الأرقام دي؟ دول تأثيراتهم شوية اليوم بتكون مشحونة بطاقة نارية شوي، بتكون عصبيين شوي، أو في تهور، بعض الناس تتهور اليوم لأن طاقة نارية. نحن قلنا المفروض اليوم نعمل طاقات إيجابية أكتر، يعني زي الصلوات، الدعاء، الصدقة، الاستحمام في الماء والملح، والتأملات هتكون مفيدة جدا، ونحاول نتجنب الأشخاص السلبيين أكتر، وعلينا نشعل الشمع الأبيض الطاقة الإيجابية، وزيارة أماكن الطبيعة أكتر، ونعمل عمليات التنفس الصحيحة عشان نبتعد عن الطاقات العصبية شوية والتأثيرات السلبية. والرياضة كمان مفيدة اليوم، الرياضة اليوم يعني كمان ننتبه شوية على المعدة، أو نبتعد عن الاكتئاب عشان ما يزيدش الاكتئاب أكتر علينا بالتفاول أكتر. ننتبه يعني من هو يوم مميز ولا يوم متشائم يا ضبط؟ مميز لا مميز، بس نحن قلنا التواريخ دول هيكونوا شوي صعبين اليوم، ونحاول اليوم يعني نحن قلنا ذو حدين لأن طاقة نارية، وكوكب المشترى يعني رقم 12 هو كوكب المشترى، يعني هو لا بأس فيه 70-80% لا بأس، لكن 20% لازم نكون شوي ننتبه، نعمل طاقات إيجابية والدعاء والصدقة والاستحمام في الماء والملح، يعني لا بأس فيه، لكن في سلبيات شوي ممكن نقول 20% ممكن نتأثر فيها، أو نبتعد عن أشخاص السلبيين والاستفزاز. ممكن طيب يا دكتور تشرح لنا أكتر قصة الأرقام وعلاقتها بالعلم، وإزاي نقدر نتأكد إن الأرقام لها دلائل على حياتنا وعلى يعني الحاجات اللي بنعيش بيها؟ نعم، طبعا علم الأرقام هو علم قديم وعلم كبير، يعني اشتغلوا فيه الناس العلماء القديمين، الكلدانيين، اليونان، الفراعنة المصريين، الصين، بلاد الفرس، يعني ده علم قديم. وعلم الأرقام يعني يبدأ بترتيب قدري من رب العالمين، خلق الدنيا بأرقام، خلق الدنيا بترتيب وقدر. كل ده نحن حياتنا ماشيين على علم الأرقام، صلاتنا، صيامنا، يعني رقم شقتنا، عدد أفراد الأسرة، رقم بطاقتنا، كله ده أرقام. نحن اليوم لولا الأرقام ما فيش عندنا استنادات على أي شيء، هتكون الدنيا بفوضى مثلا. لكن هو علم الأرقام له دليل كبير، كعلم الأرقام يعني اللي بولد بتاريخ معين له دليل، الرقم له دليل،
مش ده انه كلام، بس هو دليله انه ممكن نقول رقم فرضا 12 هذا رقم الحظ يعتبر، او رقم الطاقه اللي مسؤول عنها كوكب جوبيتر المشترى اللي بيعطيه الحظوظ، اللي بيعطيه اللي بولد زي اليوم مثلا، يعني بيكون الشخص محظوظ صاحب فرح صاحب نكته صاحب ذكاء من نوع اللي متفائل بيحب السفر فرضا دليله 12، هذا الرقم ممكن يعطي الطاقه ده. يعني الرقم 13 له ترتيب تاني وهكذا، كل رقم له دراسه وله شفره نحسن نحللها بتاريخ الرقم كعلماء حطوها، ونحسن نستند على الرقم الشخص ازاي هيطلع كتحليل نفسي بالرقم صفاته بارقامه. يعني فعلا يا دكتور في تواريخ مميزه ليها تاثيرات على الحظ والقرارات؟ طبعا يعني زي ايه يا دكتور؟ يعني زي احنا قلنا 12 مثلا، 12 هذا رقم المحظوظ، ال 15 رقم الحظ كمان، يعني يعتبر الاول 12 وال 15 رقم الثاني. الارقام المتعبه فرضا زي 17 مثلا، الارقام المتعبه شوي او بشيله مسؤوليات، او رقم 26. وبعض الناس تقول لك رقم 3 رقم متشائم بالنسبه لبعض الناس. لا هو يعني انا شايفه لا رقم مش متشائم، بالعكس هو انا بقول ممكن ال 26 وال 8 وال 17 هذا الرقم انا بشوفه التشاؤم اكتر او فيه المسؤوليات اكتر، يعني ده اللي انا بشوفه اكتر يعني. طب والارقام دي يا دكتور والتواريخ ليها دلائل على طاقه الشخص نفسه؟ طبعا نحن عم نقول وعم نحلل الشخصيه، دليل ان هو حياته هتكون فرضا محظوظ افضل من غيره، اللي بشيل رقم 12 ممكن يكون محظوظ اكثر من غيره، هيكون اذا بلاحظ اخوه فرضا 17، اذا هو 12 بتلاقي بينه وبين اخوه يعني هو افضل من اخوه، بتلاقي حياته هو انجح وافضل، وبيشوف طاقته هو فعلا دائما بيشوف اخوه 17 هو بيعطي الاكتئاب والتشاؤم او العزله، بتلاقي اخوه يعني دائما تعبان او معزول عن الناس، هو بالعكس تمام، يعني ده دليل انه هو فعلا ان الرقم فعلا بيثبت انه كتحليل شخصيه الانسان او تاثيره على الرقم اللي شايله، يعني هيدا ترتيب القدر ربنا خلقه بالترتيب له دليل، الرقم له دليل. يعني زي فعلا رقم حق. زي 13 يا دكتور المفروض نتشائم منه؟ نعم ال 17 يعني 13. شويه واحد 13 كمان برضو الدرجه الثانيه بعد 17، بعد ال 17 هو ال 13 طبعا بيجي المرتبه الثانيه، طبعا ال 13 حتى في اوروبا اذا بتلاحظي يا استاذه انه الدور ال 13 احيانا بيطفوه، مش مش بيعملوا من 12 لل 14، مش بيكملوا ال 13 مش بيعملوه، يعني معتقدين ان هو 13 هو رقم الطاقه السلبيه، فعلا هو طاقه سلبيه. يعني ايه دكتور مش بيعملوه؟ بيسيبوه فاضي يعني؟ مش بيعتبروه 13، بيعتبروه 14 فورا من 12 لل 14 كده يعني. طب وهل فعلا يعني الارقام بتلعب دور في حياتنا وتعبر عن حاله الشخص وحياته وهكذا؟ طبعا يعني الارقام لها دور كبير، نسبتها 70 ممكن نقول ما فيش 100 100، لكن نسبتها 70% 80% ممكن يحصل احداث وتوقعات بالارقام، انه زي ما قلت لك دليل يا استاذه انه دليل الارقام دليل حياتنا، يعني اليوم انا فرضا خلقت في تاريخ مش هحسن اغيره، ربنا خلقني بقدر بتاريخ له دلائل، اللي انا شايف زي رقم التليفون، رقم التليفون له دليل، انا اليوم لو مش عارف رقم تليفون مش عارف اتواصل مع شخص مثلا، اللي هو له دليل، دليل الارقام انه انا بس اخذ رقم الشخص بحسن بتصل فيه او بحسن بحلل الشفره بتاعته او شخصيته زي علم النفس بالارقام. بس معلش يا دكتور، يعني مش ممكن الاقي اثنين مواليد يوم 17 ده شخص متفائل وطاقته ايجابيه وده شخص متشائم وطاقته سلبيه؟ يعني صحيح. نفس اليوم ونفس الرقم لكن طاقتهم مختلفه. تمام، بص يا فندم هلا الكلام صحيح، هو الرقم هيكون نفسه التحليل قريب له، لكن في بيلعب دور البيئه التربيه البلد اللي منشا اللي صحيح. هو فيها، وبيلعب كمان دور الاسماء، الاسماء يعني في حتى اعتبر اثنين اسماء نفس المبدا، لازم يكون في اسم الام يختلف فيها، هون في علم الاسماء الاسم الام مع اسم الشخص بيختلف، اسم البرج الباطني كمان بيختلف عن البرج الميلادي، لان كل واحد مع اسم مامته له برج اسمه برج الباطني، في ناس كتير ما تعرفهاش دي كمان بيختلف، يعني انا بعرف اثنين توام بصراحه نفس المواليد بس كل واحد له اسم توام حقيقي، بس هو مع اسم مامته فرضا هو اثنين فرضا حمل، هو مع اسم مامته الاول برج العقرب مع اسم مامته الباطني، والثاني اسمه القوس مع اسم مامته برج ناري، يعني اختلف في لازم في اختلاف، واثنينهم نفس المنشا واثنينهم نفس البيت اتربوا ونفس الام. صحيح. نعم. طيب لو حبينا دكتور نصنف الارقام من حيث التاثير ممكن توضح لنا التصنيف بدايه كده من رقم واحد مثلا لغايه رقم 30 باعتبار ان الشهر هو 30 يوم يعني؟ نعم.
هو رقم واحد طبعا يعني بالمختصر هو رقم القوة دائما والتفاؤل ورقم البدايات رقم واحد. طبعا في كتير يعني رقم اثنين هو نحن الكود بيرجع بيتكرر من الواحد للتسعة يعني بنجمع الخمسة والواحد ستة فرضا نرجع بنكرر بنجمع الرقمين بيوصل معنا لرقم تسعة الكود يعني الواحد للتسعة هو الكود ده. يعني إذا 30 هو 3 نعتبر هو 3 28 هو الواحد 8 و 2 10 نلغي الزيرو هو واحد الكود هو نفسه بتكرر من أول جديد بس رقم الواحد هو رقم السيادة والسلطة والقوة والاعتزاز بالنفس والتفاؤل والطموح والمغامرات. طبعا رقم 2 هذا الرقم الرومانسي بيكون إنسان رومانسي عاطفي متفائل تنبؤاته رهيبة في عنده طاقة الرومانسية عالية جدا والفن موجود في في فيه يعني. طبعا في كتير أرقام ضمن أنا بعطيكي رقم 5 مثلا ورقم الذكاء رقم الجو الاجتماعي بعكس 2 رقم مرتبط بالعطارد اللي بيعطي الحركة الفكرية الذكاء الأجواء الاجتماعية السفريات التنقلات. فرضا رقم 6 هو رقم الحظ والشهر والفن والذوق بس لكن متردد هذا مرتبط كوكب بالنسبة فيه. رقم 31 بما أنه مش متكرر في أشهر كتير نعم ال 31 مجموعهم 4 مثلا 1 زائد 3 هو 4 هذا رقم يعتبر زي رقم 13 بعكسه 31 عكسه 13 هذا رقم بعتبره كمان صعب رقم 13 هو او ال 31 هدول ارقام صعبه شوي مجموعهم 4 يعني رقم صعب شويه يعني يعتبر من ارقام النحسه شويه او التعب فيها شوي لكن بيعطي المفاجآت هذا الرقم وبيعطي التغييرات والسفريات والتنبؤات الرهيبه اللي بشيل رقم 31. طب لو واحد دكتور متأثر بقصة الأرقام وعنده شوية طاقة سلبية زي ممكن يخرج من هذه الطاقة؟ يعني الأفضل استحمام مية الملح والدعاء طبعا ويتفائل لأنه هو خلق في ترتيب قدري مش بيحسن يغير القدر نوعا بس بيغيره بالدعاء بالصلاة بالتفاؤل أكتر يعني زي نحن قلنا 17 أو 31 أو 13 دول الأرقام اللي شوية بتغطوا على الواحد يحاول واحد يتفائل ويعمل طاقة إيجابية حتى يخرج منها أو ما يفكرش في 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 الامور السلبيه يفكر في الايجابي اكتر عشان الطاقه الايجابيه تشتغل معاه عقل الباطن يشتغل معاه بالطاقه الايجابيه. علم الارقام ده يا دكتور بيتماشى مع علم الابراج؟ طبعا لان علم الابراج كمان كل برج له رقم فرضا الحمل 9 الثور رقمه 6 يعني له دور طبعا علم الارقام بعلم الابراج بس علم الارقام يعني موسوعته اقوى من الابراج يعني طاقته اكتر علم الارقام فيها أدق طاقه اكتر يعني ادق أدق طبعا يعني أنا اليوم بحسن بحكي بتوقعات رقمية أكثر من الأبراج يعني الأبراج هي بتكون عامة أنا بحسن بحكي بتوقعات الأرقام هي أدق أكثر سبيشال أكثر بتاريخ الرقم. طب بما أننا بنتكلم على التواريخ 2023 هتكون بقى عاملة إزاي بما أنه رقم كمان مختلف؟ رقم 7 إذا بنجمع 3 زائد 2 زائد 2 7 رقم نبتون مسؤول عنه برج الحوت طبعا هذا الرقم بيعطي الكوكب نبتون رقم 7 بيعطي السنه عندنا فيها بتكون فيها طاقه روحانيه عاليه لان الدنيا خلقت 7 ايام ورقم 7 متاثر من 7 ايام او 7 اراضين او كذا يعني هو رقم 7 رقم النصر رقم الطاقه الروحانيه الطاقه المسؤوله عن المياه لان من برج الحوت هو رقمه 7 برج مائي في شيء هنتاثر فيها في المياه في السوائل حاجات المياه والسوائل وهتكون سنه يعني فيها طاقه فيها من الاهتمامات الفنية أو الروحانية أو حاجات كده هتكون مميزة في السنة دي رقم 7 يعني نعم. هيكون فيها أكتر طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية يا دكتور؟ لا إن شاء الله طاقة إيجابية طاقة إيجابية طاقة إيجابية إن شاء الله. طيب بما إننا داخلين على سنة جديدة ما أقدرش أقفل مع حضرتك قبل ما أسألك كمان عن الأبراج قولي الأبراج الأكثر حظا واللي هيكون كمان حظها سيء خلال العام الجديد. نعم هلا نحن بنقول كل الابراج فيها عندها حظوظ ان شاء الله كل واحد حسب حدة حسب البيوت ال 12 في الابراج لكن نحن بنقول اكثر حظا من نقول النص الاول من السنه هيكون ل 16/5 برج الحمل والنص الثاني هيكمله برج الثور بحيث انه سببه لان جوبيتر الكوكب الحظ الاكبر اللي موجود في برج الحمل حاليا مستمر لغايه 16/5 هيحقق برج الحمل امنياته وبعدين هينتقل على برج الثور من 16/5 هيكمل عنده وممكن نقول كمان برج السرطان وبرج العذراء والميزان وممكن نقول القوس كمان دول حظوظهم كويسه القوس ممكن يصير عنده فتره خطوبه النص الثاني من السنه او كده يعني والعذراء العذراء طبعا عنده حظوظ
يعني في عنده حظوظ بالسفريات والطلاب الجامعيين اللي عايز يشتغل بالبزنس في التجارة في شيء يتعلق بالفلوس بالأموال حيكون مناسب له السنة كتير بالنسبة للعذراء، لأن العذراء عانى السنة اللي فاتت شوي بضغوطات نوعا ما، لكن السنة دي حلوة عنده للعذراء. والميزان؟ الميزان يعني أنا شايف الميزان عنده أول 6 شهور نجاح في الزواج أو الخطوبة وتوقيع العقود، النص الثاني طبعا حيكون عنده شيء من الميراث أو شيء من اللي يوفي ديونه أو هبة فلوس تجي، لكن بحذر برج الميزان أول 6 شهور اللي بتجوز ينتبه من مشاكل الانفصال، يضبط أعصابه أكتر، أو من فسخ عقود عمل. نعم. طيب قولي كمان يا دكتور الأبراج اللي حظها مش حلو السنة دي، حظها سيء. يعني مش بنقول سيء كتير، بس يعني بنقول الحوت، يعني الحوت هو السنة هيستفيد منه برج الحوت من رقم السنة، لكن من ناحية أخرى من 7/3 في زحل هينتقل لبرج الحوت، لأن كان قاعد في الدلو 2.5 سنين عامل مسؤوليات لبرج الدلو، هيخلص الدلو من المسؤوليات هينتهي هيبدأ في برج الحوت، هي من 7/3 مستمر 2.5 سنين هيقعد على برج الحوت، هيشيله شوية مسؤوليات أو ضغوطات، وعليه الصبر والمثابرة على أموره أكتر، وممكن نقول الدلو شوي لأن الدلو 2.5 سنين هيكون عنده قاعد زحل في بيته المال، هيتعبه شوي بضغوطات ومسؤوليات الفلوس، ممكن يسحب أقساط، ممكن يسحب عليه ديون أو يركب عليه ديون، ينتبه شوي من الديون والأقساط. يعني دكتور رئيف رأفت المختص في علم الأرقام بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وأكيد هيكون لنا لقاءات مختلفة خلال الفترة الجاية دكتور. تستميل يا أستاذة، وشكرا لكم ليوم السابع الجميل. كمان الشكر موصول لحضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. كنت معكم أنا منى يحيى.